في الحقيقه بس عاوز نبذه سريعه كده عن البرنامج والشهاده. شهاده سي ام اي هي شهاده من اكبر الشهادات على مستوى العالم في مجال المحاسبه الاداريه، ويمكن اكبر شهاده تمنحها جهه امريكيه في امريكا اللي هو الاي ام اي. الشهاده الحقيقه في اخر تعديل ليها في 2009 هي عباره عن تو بورتس، بتدرس في البرنامج في البورت الاولاني كل المبادئ المتعلقه بعمليات التخطيط واعداد الموازنات وبرامج التكاليف وتقييم الاداء، وتدرس كمان وضع هيكل رقابه داخليه جوه الشركه. وبارت 2 لحد ما بتدرس فيه نفس الموضوعات بس لحد ما بشكل مكثف اكتر على الجزء بتاع الفاينانشال والجزء بتاع التحليل المالي والكوربريت فاينانس. الشهاده بنبذه سريعه ايه اللي هيخليني ان انا اسعد النهارده ان انا اخد شهاده سي ام اي، على شهاده بميز بيها نفسي على مستوى العالم، بضمن لنفسي مكان ضمن اكبر الشركات الموجوده على مستوى العالم، بضمن لنفسي ان انا اكون مميز عن اي حد معاه شهاده ثانيه الى حد ما تكون شهاده اكاديميه. الشهاده بتضمن لك يعني الى حد ما رانكينج اكبر على مستوى العالم، تضمن نفسك انك تكون في صفوه المجتمع العالمي في مجال المحاسبه. واخر حاجه كمان ان هي طبعا بتضمن لك يعني دخل او معدل دخل شهري كبير جدا مقارنه 5-6 أضعاف بالناس اللي معهمش سي ام اي. الشهاده طبعا زي ما الناس عارفه هي شهاده كلها طبعا باللغه الانجليزيه، بس النقطه ديت يعني مش بتخوف بعض الناس، بتخوف كل الناس. انا هنا في اياك ان شاء الله باهلك انك تاخد الشهاده بابسط طريقه، حتى وان كانت لغتك الانجليزيه ضعيفه. يعني كل اللي انا بطلبه منك في موضوع اللغه هو بس انك تعرف كلمتين صغيرين جدا في الانجليزي، هم يعني ايه، وسكول يعني ايه، هم يعني بيت وسكول يعني مدرسه. معرفتك للكلمتين دولت هم كافيين جدا لاجتياز مشكله اللغه اللي احنا ان شاء الله بندربك على حلول ليها في الاول خالص. اتمنى ان اكون اوجزت معاكم، وان شاء الله في انتظاركم في موضوع اياك.